كل حبايبنا في اليمن في يوم جديد وحلقة جديدة من مطبخ السعيدة اللي هينورني فيها الشيف حبيبتي سالي. ازيك يا ياسمين؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. نرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا في اليمن وفي كل الدول العربية في يوم جديد. وحشتونا من امبارح للنهاردة. النهاردة المنيو برضو جامد زي كل يوم، يعني ما ايه بقى المنيو جامد؟ بصراحة سالي بتعمل اكلات جامدة جدا. اي خدمة يعني. ايه بقى النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل المكبوس. وهي أكلة مشهورة يعني، مكبوس اللحم الكويتي، وهنعمل الصلصة بتاعته اللي هي صلصة الدقوس، وهنعمل السلطة العربية. حلو كده، شغل عالي. الحلو بقى مفاجأة. ايه بقى؟ مفاجأة شكلا وموضوعا. حلو دوار الشمس، وما تقوليليش هو ايه دوار الشمس. عشان في المطبخ ان شاء الله هتتفاجئوا بقى وهتشوفوا المفاجأة. يعني مش عايزة احرق لكم المفاجأة. بصي انا مش هسأل، انا عايزة اشوف. ما تسأليش انت، بس ما تسأليش. انا عايزة اشوف. هي عايزة تدوق، هي عايزة تاكل من الاخر بصراحة. بالظبط كده. فيلا بينا نروح المطبخ عشان نشوف الكلام الكبير ده. يلا نرجع لكم تاني. يلا ورجعنا لكم تاني على فقرة المطبخ، ودلوقتي هنعمل مكبوس اللحمة الكويتي. صح كده يا سالي؟ ايوه صح. انت بقى بصي بقى دي المظبوطة اللي انا عملتها لك. يعني الحاجات مظبوط كله. لو لقيت حاجة ناقصة يا ياسمين انت حرة، ما تخافيش. طيب يعني لو في حاجة ناقصة احنا مع بعض. مساء الفل عليكم. النهاردة زي ما قلنا هنعمل مع بعض مكبوس اللحم الكويتي. تمام؟ عندنا 5 قطع من اللحم الضاني بالعظم، يعني يكون بالعظمة بتاعته. تمام؟ تكون قطع كبيرة. 4 أكواب من رز بسمتي أبيض. 1 كوب من الحمص الطبيخ المسلوق. تمام؟ مسلوق نص سلقة كده. 4 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة. 1/2 كوباية زبيب، وكمان 2 بصلات كبار مقطعين، و1/2 كوباية ماء ورد، وزعفران، كل دي مقادير، وسمنه. تمام؟ ورق لورا، وحب قرنفل، ويعني قرنفل حب، وحبهان حب اللي هو الهيل، وحبه زهره اليانسون سليمه، وعود قرفه. وعندنا كمان لومي هنقطعه نصين ونحطه. عندنا حبهان مطحون، قرفه مطحونه، ملح وفلفل اسود، مكسرات محمره للتقديم. طيب احنا اول حاجه لازم نسلق اللحمه الضاني. تمام. تمام، ادي اللحمه بتاعتنا اهي. بسم الله. نجهز مع بعض. هو ده ماء الزهر او ماء الورد. اوكي. ادي البوله اهي، حط عليها الزعفران. تمام، حطينا بقى الزعفران اهو على ميه الزهر. تمام. ادي السمنه اللي جابتها الاستاذه ياسمين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل فيها ايه بقى؟ ايوه، هنروح مشوحين اللحمه بتاعتنا. بصوا اللحمه اهي اهي بالعظم بتاعها اهو، نحطها على الجزء اللي فيه الدهن علشان يسلي معانا. تمام. بصوا يا جماعه لغايه بس ما ايه تديها تشويحه كده قبل ما تتسلق. يعني اللي هي ايه بتخلي اللون الرز بتاعها ده ايه يختفي اهو. اغلي بقى ميه عشان نحط ميه مغليه. ايه ميه مغليه؟ حلو جدا. هنحط هيل. تمام. هنحط ورق لورا. ماشي. بسم الله. بس كده. هي كده مش هتطلع معانا ريم كتير. ليه بقى؟ لان احنا اديناها تشويحه كده من جميع النواحي، فهتلاقي اللحمه بتاعتها كلها خلاص اتشمعت. بصوا بقى زهره ينسون اهي، هنحط واحده بس في الشوربه. الله، دي شكل النجمة دي، غير اليانسون المطحون التاني، قصدي الحب. لا، ده حاجة وده حاجة. ده معمول للشربات بقى والحلويات والحاجات. تمام. اوكي اهو، لسه ما حطيناش ولا بصل ولا حاجة. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ حاطين مسمار او اللي هو القرنفل. تمام. تمام، حطينا ورق اللورا، حطينا زهرة اليانسون، نحط البصل. تمام.
ونسيبها بقى تتسلق. اللحمه الضاني بتاخد وقت كتير، يعني ممكن تاخد ساعه ونص ساعتين ثلاثه على حسب الـ حسب يعني الـ الخروف ده كان عجوز كان صغنن على حسب كان سالك. يعني هي من الاخر كده طبعا سالك طبعا لازم يبقى سالك، مش اللي بطبخه يبقى سالك طبعا. يبقى احنا عندنا هياخد تقريبا في حدود ساعتين، من ساعه ونص لثلاث ساعات على حسب اللحمه بتاعته. لا يا سالي عايزين ناكل ثلاث ساعات مين ثلاث ساعات ده، شيليها ورا كده وتتسلق ورا براحتها. تمام. بعد كده نروح جايبين عايزه زيت ولا سمنه؟ لا سمنه. فين السمنه؟ اهي. ايوه نروح حاطين. انت عايزه دي عليها نار؟ اه ما عايزين نحط فيها الرز. حطينا البصل اهو يتشوح، بعدين نروح نازلين. ده المفروض ان احنا سلقينه صح؟ بالظبط اهو الحمص الطبيخ مش حمص الشام. تمام. وبعدين نبتدي ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. فلفل اسود. ايوه. قرفه. تبقى هي دي عشان الفلفل الاسود. ايوه. مش تزعلي. تقعد تعطس بعد كده تقولي الفلفل الاسود والقرفه. تمام. وادي اللومي. اللومي هنعمل فيه ايه؟ هنقطعه نصين ونحطه. اه اهو حاطينه كده. انا لسه انتي بعيده وكحيتي اهو. نحط الملح. بعد كده نحط الملح بقى اهو. تمام. وبعد كده الحبهان او الهيل المطحون. وعندنا زبيب اهو. الزبيب ده هنروح ضايفينه على الخلطه دي. هاتي بقى الميه. ايوه. هنروح حاطين فيه شويه ميه كده علشان ايه؟ يغلي مع بعضه. تمام. امسكي كده. وهنحط شويه من الزعفران. الزعفران اللي منقوع فين؟ في اللي منقوع في ميه الزهره او ميه الورد. نحط فيه شويه كده هيدي طعمه حلوه جدا. ونغطيه. تمام. ونوطي عليه خالص كده. دي الحشوه صح؟ اه. الرز بقى. الرز هيبقى ادي الرز معانا. هو احنا محتاجين يغلي شويه اهو. ادي الرز. طيب المكبوس بنسقيه بالشوربه بتاعت اللحمه. أوكي. تمام. الشوربه بقى هنحط معاها الهيل وورق اللورة. زي ما قلت لكم انه دي الحشوه بتاعتنا، بس تشرب شويه من الميه. اوكي. تمام. طيب على ما الحشوه بتاعتنا تشرب شويه الميه وعلى ما الميه تغلي بتاعت الرز. تمام. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم تكون الحاجات دي جهزت، وكمان نعمل لكم المقبلات. مقبلات النهارده ايه؟ المقبلات النهارده عندنا صلصه الدقوس وهنعمل السلطه العربيه. تمام. يلا بينا. نروح فاصل ونرجع لكم على طول. يلا. احنا حطينا الشوربه في الفاصل، صفينا بعد ما غلي، حطينا الشوربه. هنحط بقى الهيل اهو، وهنحط ورق اللورة. الله يسامحك. الله يسامحك. احنا قلنا للجمهور معلش ان احنا هنعمل سلطة عربي النهارده، بس انا ما جبتش البيض المسلوق يا جماعه، معلش اعذروني. اه. تبقى نعملها لكم حلقه ثانيه. اتفضلي. اتفضلي. علي اعتمد عليكي، بيع هدومه. بصي البخار، بصي. بخار ايه؟ بخار الماء. تمام. سلطة الدقوس، معلقتين توم وحبة فلفل حار، فلفل أخضر حار، ومعلقتين معجون طماطم، وكوباية من الطماطم المفرومة، وملح وفلفل أسود. حط هنا معلقة سمنة. حط بقى ايه؟ التوم. ايه يا سالي هتصحي الناس؟ لازم أرخم عليكي.
اهي يا دوبك تشم النار. نروح حاطين على طول الطماطم اهي والفلفل الحامي ده اختياري طبعا، اللي ما بيحبهاش بالفلفل الحامي مفيش مشكله خالص، وملح وفلفل اسود اهو، واخر حاجه معلقه الصلصه. تمام، دي صلصه الدقوس مش الفقوس، ما تسمعوش كلام الاستاذه ياسمين. والفلفل ده مش تعمل بيه حاجه؟ ما عملناه حضرتك، حطيناه وانت نايمه ولا ايه؟ تمام، نبص كده على الرز. يا سلام، حلو قوي يا سيدي على فكره ريحه الدقوس ده. خلاص الرز قرب اهو كمان. تمام تمام، وادي نطلع بقى اللحمه من الفرن اللي انا سلقاها بعد ما دهنتها بميه الزعفران، اللي هي ميه الورد مع الزعفران، دهنتها قبل ما ادخلها الفرن بعد ما اتسلقت خالص. تمام، ورينا يا ستي اللحمه. خلاص طفيتي على الحشوه؟ اوبا اهي، ادي اللحمه بتاعتنا. اوكي، هي طلعتها من النار يا جماعه، من الشوربه، دهنتها بالزعفران وحطيتها في الفرن. دلوقتي انا الرز بتاعي بيتشرب، هنعمل فيه ايه بقى؟ ناكله خلاص، ندلقه ناكله. لا حضرتك مش هناكله لسه. هنعمل ايه بقى؟ هنحط طبعا الحشوه، صلصه الدقوس اهي غليت خلاص كده، هي مجرد انها تغلي بس، يعني بتبقى لسه طعمها ني، مش طماطم متسبكه. تمام، ده نطفي عليه وده هنوطي عليه. بصوا بقى، ايوه هنا بقى يا جماعه ايه تركه المدبوس، تركايه. هنروح حاطين، انت حطيتي الاطباق ورصيتي الرصه تمام، يعني هنشيل بقى اللومي ده خلاص مش عايزينه. ادي الخلطه بتاعتنا، هنروح حاطينها كده اهي، وبعدين نروح حاطين كل حاجه. عملت الزعفران هو بطل الوجبه دي يا جماعه. هو والايه وميه الورد، نروح حاطين كده، نروح رصين اللحمه بالشكل ده كده اهو. دي انا كنت دهناها من فوق بالزبده عشان تدينا اللون الكهرماني الحلو ده، وتدينا لمعه عشان ما تنشفش مننا في الفرن اهو، ونغطيها بقى. تمام، يكمل تسويتها على نار يكمل تسويته. وسلطه او صلصه الدقوس اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بتحبها اخف من كده شويه، تحط عليها ميه، لكن هي اساسا في الاساس بتبقى تقيله كده، بتبقى في المطاعم دي بنشوفها مع بالظبط كده. ادي صلصه الدقوس اللي بتتقدم مع الاخ اللي معانا ده. تمام تمام، ما نخش على الحلو بقى قبل ما الموضوع ده يستوي. احنا ما نخشش على الحلو كده على طول، لازم بنمهد، لازم الفقره الطبيه. نروح للفقره الطبيه بسرعه ونرجع لكم تاني. سالي وياسمين، عاملين انتوا كده؟ طبعا باللي انتوا عملتوه النهارده دمرتوا كل أنظمة الدايت والريجيم وكل حاجة ناس بتحاول تعملها، واللي هياكل الوجبة دي النهاردة هيضطر يصوم، مش هقول لكم بقى 16 ساعة و 18 ساعة و 20 ساعة، لا هيضطر يصوموا 40 ساعة على مية بس عشان يقدروا يحرقوا نسبة النشويات والدهون وكم الحاجات اللي انتوا حطيتوها في الأكل دي. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن الصيام المتقطع. الصيام المتقطع واخد ضجة كبيرة جدا قوي الفترة اللي فاتت، ولحد دلوقتي ناس كتير بتتكلم عنه. صيام متقطع صيام متقطع، ايه هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع ان انا اصوم زي صيام رمضان، بس الفرق ان انا بكون بشرب في الاوقات بتاعتي المسموح بيها. بشرب ايه؟ بشرب مية، بشرب سوائل بدون سعرات، بشرب اعشاب، بشرب حاجات ما يكونش فيها كافيين المفروض، ولا منتجات ألبان ولا سكريات. في الوقت اللي أنا صايمة فيه بكون بشرب بس، ما ينفعش أكل أي حاجة ولا أي حاجة فيها سعرات حرارية. أنواع الصيام المتقطع زي ما قلت لكم هي كتير قوي، وفي ناس ممكن تصوم لحد 24 ساعة، بس اللي احنا هنتكلم فيه الدارج، اللي هو
ان احنا ممكن نصوم 16 ساعة او 18 ساعة، ودي الحاجة اللي بتبقى معتاد عليها، لان لو حد بيصحى الساعة 12 الظهر واكل من الساعة 12 للساعة 8 هيناموا على الساعة 9 10 بالليل، فده وقت كافي ان احنا ناكل فيه، بس هو بيبقى تنظيم اكتر لحركة الهضم، تنظيم اكتر لليوم بتاعي، تنظيم اكتر للمعدة. بس ما ينفعش ان انا اكون بعمل صيام متقطع وباكل وجبة واحدة في اليوم والوجبة دي تكون غير صحية. في ناس عايشة على صيام متقطع ان هما بياكل وجبات غير صحية ويقول لك انا عامل صيام متقطع، الكلام ده ما ينفعش. الصيام المتقطع ان انا لازم اكون حاسبة السعرات الحرارية بتاعتي، عارفة ان انا مثلا باخد 1000 سعر حراري او 1200 سعر حراري، بس بقسمه على الفطار والغداء والعشاء والسناكس في النص عشان اقدر اخد السعرات الحرارية بتاعتي الكافية لجسمي، ان انا جسمي ما يتعبش، ان هو ما يفقدش فيتامينات، ما يفقدش معادن، ما بقاش بضر جسمي بشكل وبخس بشكل غلط. لان في بعض الاحيان ممكن اكون عاملة صيام متقطع وباكل اكل قليل جدا، فيبتدي بعد فتره زي ما قلت لكم يجي لي امساك، يحصل لي مشاكل صحيه، شعري يقع، ضوافري تتكسر، يحصل شحوب في الوش. فلو هنعمل صيام متقطع لازم نشوف النظام بتاع الصيام المتقطع هنمشي عليه ازاي، وهيبقى انهي نوع من انواع الصيام المتقطع، هل هينفعني ولا لا، لان في ناس ممكن يكون عندها غده درقيه او امراض صحيه ما ينفعش تعمل صيام متقطع لانه هيعمل لها مضاعفات، فلازم اكون مع حد مختص شايف انه هل الصيام المتقطع ينفع ليا ولا لا. لان في ناس كتير برضو انا شفتها عملت صيام متقطع، ناس خست عليه كتير قوي وناس ما شافتش اي نتيجه، بل حصل لها مضاعفات وحصل لها مشاكل صحيه. فالصيام المتقطع ده حاجه كويسه جدا ونوع من انواع الرجيم كويس قوي للصحه العامه، بس مش اي حد يعمله، ولازم نكون عارفين ايه اللي جسمنا ينفعه وايه اللي ما ينفعهوش. هنرجع تاني لسالي وياسمين. ورجعنا لكم دلوقتي لفقرة الحلويات، ودي اخر حاجة في منيو النهاردة. حلو دوار الشمس، بسكوت مطحون، زبدة سايحة، 6 فناجين لبن باودر، علبة زبادي، نص كوباية سكر باودر، وعلبة كريم كراميل، وبسكوت كاكاو مدور منزوع الكريمه ومقسم الى نصفين، يعني هو مفتوح كده وشيل منه الكريمه. أوكي. وورق ترانسفير الخاص بالكب كيك ده. ايوه تمام تمام. احنا كده قلنا المقادير بتاعتنا. بسم الله. اول حاجه هنخلطها، قبل ما نخلط احنا نجيب البسكوت، ادي البسكوت المطحون اهو، نجيب بقى الزبده اهي. يا مغلباني يا مغلباني. انا ليه يا سالي؟ انا قلت انتي معلقه مش انا معلقه، مش عارفه كل ما اتكلمت تدخل نفسها في المواضيع. هاتي هاتي اتفضلي، حتى دي كمان طلعت صغيره البوله دي اهو. لا عايزه واحده كبيره، مش هتنفع كبير. دي مش هتنفع. ايوان نحط دي كده اهي، ونروح عاملين كده. هي فكره القاعده او الديسك بتاع التشيز كيك، يعني اللي هو البسكوت، يعني بسكوت مع الزبده. تمام، عشان ما نضطرش ان احنا نحط زبده كتير ممكن نحط بق لبن، هيبقى جميل جدا. بس هو تمام كده الزبده ايه، هو اساسا البسكوت البسكويت اللي احنا مستخدمينه اصلا بسكوت زبده. تمام يلا. ايوه اهو، ايوه تمام، عشان هو منفوش. تمام، هو البتاع ينزله لتحت. ايوه نحاول ان احنا ايه نتفس الجوانب بتاعته. حلو حلو. نيجي بقى للطبقه الثانيه. اوكي، الطبقه اللي هي في النص، الطبقه البيضاء ده تبقى ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ عباره عن السكر الباودر والزبادي واللبن الباودر. تمام، نجيب بقى ايه البوله الحلوه دي. ايه ده، انا جبت لك دي مش حلوه؟ يا لهوي، هنحط دول في دي؟ يمكن. لا ادي اللبن الباودر، طبعا لو عايزين نعملها في الميكسر مفيش مشكله، وادي الزبادي، بس نصفي الميه سيكه كده اهي. تمام، وادي السكر الباودر. مواعينك كترت يا سالي على فكرة. معلش يا ستي استحمليني. وادي البتاع بتاعتنا، انت حطيتي اللبن الباودر والزبادي والسكر والزبادي بس كده.
حاسبي بقى بصوا بقى يا جماعه اهي اهو 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 شايفين ادي الزبادي مع اهو عامل زي الكريمه يا جماعه حلو قوي تمام هاتي الحمد لله سالك ومش بتعمل صوت امسكي خساره يا خساره امسكي كان نفسي اصدعها النهارده ادي بسم الله الرحمن الرحيم هنحط الطبقه الاولانيه اهي اوكي هو بيتحط في الفرن ولا بيتحط في الثلاجه لا بيتحط في الفرن عشان يمسك نفسه 10 دقائق بالظبط بيتحطش في الثلاجه في الثلاجه ده بقى مع الطبقه الثالثه اديني غششتك الوصفه كلها هديتي انبطتي انا قلت برضو قلت في حاجه مش حاجه مش مظبوطه ايوه هما ليه سموه دوار شمس بقى ايه الدوار في الموضوع هتشوفي في الاخر هتشوفي في الاخر هي دي المفاجاه مستعجله على ايه مش فاهم انا ما انا مش عارفه مستنيه قلت هلاقي ورده هلاقي حاجه ما انت هتلاقي ورد بجد ورده وفله تمام تمام كده يا سلام بص جهزي لي على طول بالمنديل على طول مفيش وقت تمام اهو هنحط بقى عليه البسكوت الكاكاو ده اهو نشيل بس منه الطبقه دي مش عايزينها هنروح حاطينه استني دي الكريمه بتاعته اهو لا مش عايزينها مش عايزينها لا اهو تمام تمام انا معاكي للاخر يا ساري النهارده ما نشوف ايه الموضوع ده نحطه في الفرن تمام لمده 10 دقائق بالظبط نشوف اخرتها ايه الموضوع ده ونشوف مخره الاكله دي ايه بصراحه احنا مش هنحط طيب. المكبوس ده تعالي بقى نغرف المكبوس ده هاتي لي بقى ايه هاتي التانية بتاعت الرز هنشيل اللحمه كده بسم الله اهو نحطها على جنب اهي احنا حطيناها في الاول يعني عليها عشان تاخد من ريحه ال كل ياخد من بعضه بقى الرز. وننزل والدنيا تبقى عسل كده تبقى عسل يا عسل سكر حلوه الدنيا سكر ونشيل كمان الحشوه دي طب حطيناهم ليه بقى يا بنتي اصبري عليا اصبري صبر اهو ما نشوف عندهاش اللي ملوش تفترق. صبر اللي ملوش صبر في المطبخ يبقى ما يدخلوش ماشي ماشي ايوه كده تمام ما نجيب صبر منين واحنا شامين الريحه طيب اجيب لك صبر يعني. منين ما تصبرنيش بقى هود دي بقى دي اهو بسم الله الرحمن الرحيم تعالي تحطيه هنا بقى ايوه هنروح اجرفينه بقى هنا اهو اهو حاول كده ايه ناخد من جنب واحد علشان الجنب اللي فيه الزعفران ده هنرشه كده فوق الوش تمام تمام يا تركات ايوه اهو اوكي ادي الرز يا لهوي على السخونيه والبخار اللي طالع على وشي ياه مش بتحب المطبخ وبتقولي اللي عنده صبر ومش صبر استحملي بقى دخان استحمل استحملي كل حاجه يقول لك استحملي اصابات المطبخ ادي الحبه بقى اللي فيهم الزعفران اهم حطه كده فوق الوش دول على وش القفص بقى عشان تحسي كده ان هي حبايه وحبايه شايفه كده شايفين يا جماعه شايفين وشامين شايفين يا جماعه المنظر تمام تمام اهو حبه لونهم اصفر كمان هنا ماشي اهي تمام نبتدي بقى نحط الحشوه بتاعتنا اهي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اهو عايزين ناخد كل الحشوه مش هنسيب منها ولا فتفوته ولا تنتوفه مش هسيب حاجه لياسمين خالص ما تتحط على الرز مش هسيب اي حاجه لياسمين تنقنق فيها بالليل ابدا ده احلى حاجه نقنقت بالليل دي يا لهوي اسكتي
اسكتي. هي دي اللي مدمره الناس كلها. فجاه كده تصحى من النوم كده بتبقى لسه الدم ما وصلش المخ ومش مستوعب اي حاجه. لا وانت اساسا ممكن طول اليوم ما تبقيش جعانه اساسا. هي اللحظه دي وتلاقي لحظه بالليل دي في حاجه غريبه كده، في نداء، نداء عارفين زي نداء الطبيعه، لا ده نداء المطبخي. تخشي المطبخ ممكن تبقي مثلا عايز تشربي ميه تلاقي نفسك داخله في صينيه المكرونه بالبشاميل. انا مره صحيت لقيت بابا حاطط كرسي قدام الثلاجه. واو. فبقول بتعمل ايه؟ قال لي باكل. فما فهمتش يعني مثلا كيف. ايوه صح يعني صح، يعني انت قاعد قدام الثلاجه بيعمل، بتسالي بيعمل ازاي يعني. ماشي، ادي المكبوس بتاعنا اهو، وادي المكسرات المحمصه. ده ايه المكسرات دي بقى عباره عن ايه المكسرات؟ كاجو ولوز، خصوصا اللوز يعني. اوكي، اللوز ده مشهور قوي. الاكله دي يا جماعه دسمه وحلوه وفيها كل حاجه، تتاكل في اليوم الفري، فيها كل اللي انتوا عايزينه. هاتي بقى الكريم كراميل، وهاتي لي الحله. ده الكريم كراميل يا جماعه اللي هو بيتباع جاهز. هناخد الكيس بتاعه، باودر بتاعه، بس مش هنضيف عليه لبن، هنضيف عليه ميه. انا عايزاه شفاف، عايزاه شفاف. هاتي لي بقى كوبايه. ايوه فصلت. طيب بسم الله. دي كوبايه، شفتي الاحساس والسنس بتاعي؟ طبعا. اقول لك دي كوبايه تبقى دي كوبايه. فين بقى المضرب؟ المضرب حالا حالا جزيلا. ماشي، ده اللون الاصفر اللي هنحطه فوق الايه، الكب كيكات بتاعتنا او الحلو بتاعنا، هيبقى لونه اصفر كده، فيديك احساس ايه، يديك احساس بتاع دوار الشمس، ظهر دوار الشمس. تمام. يا سلام، تسلم ايديكي اهو. حطيتيه على ايه؟ حطيت ميه وحطيت كيس الكريم كراميل بس. تمام ماشي، ما فاتنيش كتير يعني. لا ما فاتكيش كتير، هو عاده بيتحط عليه لبن. ايوه بس احنا مش هنحط لبن، احنا عايزين لون اصفر شفاف. اوكي تمام. عشان ظهرت دوار الشمس يا ولد. بدات تجمع وتركز اهي، شفتوا بقى؟ مش اي حد. تمام. هيانا. تمام، مجرد بس ما يبتدي يتقل شويه مثلا. لا 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 مش يتقل، مش عايزينه يتقل، عايزينه ايه، يدوب كويس قوي. هو مجرد ما هيغلي هنروح حاطينه على الاكواب او الكب كيكات اللي احنا لسه، طبعا هي لسه ما لحقتش تمسك نفسها، لسه ما فاتش 10 دقائق. تمام، اول ما يمسك، اول ما يفوت 10 دقائق هتمسك نفسها، هتبقى عامله زي التشيز كيك المخبوز. اوكي تمام، هنروح ضايفين عليه ده اهو، نحطه في الثلاجه، ونحطه في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل. هو زيه عامل زي الجيلي طبعا. ياسمين هتزعل دلوقتي علشان فاكره ان احنا ايه، ضحكنا عليها ومش يعني مش هتلحق تاكل، لسه كمان ساعتين وهي مروحه، صح كده؟ صح. لا يا حبيبي قلبي، ده انا عاملاه لك جاهز اهو بجد قبل الحلقه. يا سلام، وانا اقدر. انا اقدر يعني اتريها بقول لها عايزه، مش عارفه عايزه كريمه يا سالم، الثلاجه قالت لي لا بلاش، تفتحش التلاجة. ايوه ري، عملي مفاجأة. انا عاملاه جاهز اهو، اهو يا جماعة اهو اهو كده. ايوه شوفوا اهي، ظهرت عباد الشمس، ظهرت لنا اهي اخيرا. نبتدي بقى نقشره. الله، استني بس بالراحة كده وانت بتقشريه، خلي بالك. شايفين يا جماعة الطبقات اللي فيه؟ لا انا مش عارف اقشره عشان ما بوظوش، هتقعدوا تزعقين. بصوا الطبقات عاملة ازاي، بصوا وريني. طب انا شفت، ادي البسكوت اهو، البسكوت اهو، وادي طبقه اللبن الباودر مع الزبادي، وادي طبقه الكريم كراميل اللي من غير لبن، وادي البسكوت اللي بالكاكاو المدور اهو. بقول لك حاجه، قولي. احنا ممكن نستبدل الكريم كراميل ده بالجيلي، جيلي مثلا مشمش، جيلي برتقال. مش هيديك الاصفر الكهرماني التقيل ده بجد؟ ايوه، اصل اللي عمل الوصفه مش غبي حضرتك يعني. ايوه مش مستني حضرتك مزارع. مش مستني حضرتك تعدلي على الوصفه بتاعته. ده مزارع على فكره اللي عمل الوصفه. ايوه جنايني خريج. ايوه عمي الجنايني خريج زراعه ده اهو. نبتدي، هي هتتقشر معانا بسرعه اهي، ولذيذه وجميله. وما تقشرتش معايا ليه؟ عشان كل واحد ونهيته. الله، انت نيتك تقشريها وكنت على بقك على طول. يا هي حطت، شوفوا البسكوته تحت اللي هي بالشوكولاته اللي بالكاكاو اللي هو ده، علشان تدي شكل دوار الشمس من جوه. شوف يا اخي برضو اللي بيفكر ده برضو مش سهل. لا مش سهل، فن المطبخ ده فن، طلع فن زي الناس اللي مش سهله. مش عن
عنا طلع قفلنا مش عنا عنا مش زي ناس مش زي ناس اللي مش سهله. ايه مش سهله؟ انا مش سهله؟ اه تخبي اللومي وتقولي انا جبت بس جبتهولك نسيت انا كنت شايلاه قدام الناس هتفهمي الناس يعني ان انت الجندي المقاتل في الموضوع. ايوه انا الجندي المقاتل. منين؟ من جيني ما تعرفيش تعملي اي حاجه يا شيخ. طبعا. امال؟ صدقي بالله هحبسك بكره في الاوضه واخليكي ما تطلعيش خالص. ها؟ تقدريش تستغني عني يا سيدي وخلي وخلي حلقه من غيري. مين ده؟ مين انت؟ لا طلعت حلقات قبل كده كتير على فكره. ما يجنيش. ما ايه؟ ما يشغلنيش. يا واد يا واثق من نفسك. يا واد يا جامد. ايه دي حلوه دوار الشمس. والله يا جماعه في اعياد الميلاد وفي الحاجات دي لما بعمله الناس بيفتحوا بقهم كده ايه ده ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي. هو كمان كشكل ومنظر تحس ان فيه حلو وكمان طعمه حلو جدا. جربوه لانه خفيف يعني زبادي ولبن باودر حاجه خطيره بصراحه. مش مشكله بقى النهارده ايه بقى كده خلينا في ده. عملنا ايه النهارده؟ عملنا ايه؟ عملنا المكبوس باللحم الضاني بلحم الغنم المكبوس الكويتي. عملنا صلصه الدقوس اللي انت معجبه بيها قوي. وعملنا مع بعض حلو دوار الشمس زي ما انتم شايفين. اختراع اختراع في الطعم واختراع في الشكل واختراع في كل حاجه. والله العظيم انا ما فيش مني اتنين وخساره. خساره فيكي يا ياسمين. طب ايه؟ خساره فيكي. انا خساره فيكي إيه؟ اصلا. قومي اعملي لنا الشاي بقى. شاي؟ يلا هولعي الكاتل. ناكل قوي بقى كده نحلي. لا انت ماشيه بالعكس. لا نعمل العكس. اه ماشي يا جماعه نشوفكم الحلقه لحد ما نشوف الموضوع ده. هعمل لكم اطباق جامده جدا جدا. استنونا اوعوا تروحوا في اي حته. باي باي. باي.